بحب ألعب الألعاب بس ما عندي أي لعبي. أنا اسمي عبد الباسط، بدرس بالصف الثاني، عمري 9 سنين. بروح على المدرسة، بعد ما أرجع بكتب الوظائف. أنا والدت عبد الباسط، فرشاتنا شوفت عينكم، هذا فرشاتنا، يعني هذا هيك غرض بيتي أنا وولادي. أنا وعيلتي بني بصوبة واحدة، يعني ببيت واحد قعدنا سوا مشتين لأنه ما عنا نحط صوبتين. برادنا تعبان، خسالي ما عنا. إيه والحمد لله رب العالمين. يعني مالي بدي شهر بيحكي إنه الدسك ميكن تعبت، ما بقى أحسن أشتغل. إنه الباب والشباك بدهم الواحد النور ما أحسن، قصيت الكراتين وحطيت داخل ننام بالغرفة هاي. والله محتاج سخاني، محتاج براد، محتاج خسالي. بحب أصير دكتور أسنان لأنه بساعد العالم، بس بتمنى يكون عندي ألعاب طابي أو بسكليت أو شيء.